أهلا وسهلا أصدقائي. أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي وإشواقي. جيت أصور فيديو بناء على طلب من بعض الناس، أكسجين فري جامبينج أو بما يعرف بالترامبولين، الطزطيزة أو النطيطة، أماكن بيحبوها الأطفال. المكان هذا موجود في منطقة أكتون بارك ريال في غرب لندن، طبعا لهم 3 أفرع وفي شركات تانية مشابهة. الجو جميل وشاعري، وبدي أخذكم جوا المكان. طبعا بإمكانكم تحجزوا التذاكر أونلاين أو تيجوا تحجزوها في المكان. تعالوا معي نشتري التذاكر. التذاكر بإمكانكم تشتروها أونلاين أو تيجوا على المكان تدفعوا في نفس اليوم. التذكرة 15 باوند سواء كبير ولا صغير. بيعطوكم طبعا جرابات أحجام معينة، طبعا فيها بلاستيكات هنا حتى انه ما تكون سليبري. وبعدين في كمان لوكرز بتدخلوا 4 ارقام سريه، نفس الرقم مرتين، تحطوا اغراضكم، تخشوا جوا تحضروا اللي هو السيفتي سيشن، وبعديها بتخش على النطنيطه. لبسنا السوكس اصدقائي، صغيره نوعا ما. يلا هذا المكان اللي بتاخذوا فيه السيفتي ستيشن، اللي هو معلومات اللي علاقه بالامن والسلامه في الداخل. معاكم الساعه طبعا، لو بدكم تقعدوا اكثر من ساعه ممكن تدفعوا اكثر. اكسايتد. في بعض الأماكن بس للأطفال أقل من 5 سنوات، هذا واحدة منهم. طبعا هو عبارة عن طبقين يا جماعة، وجميل جدا. وبعدين في عندكم كافيتيريا هنا، شايفين الكافيتيريا هذه؟ جميلة على فكرة. جايكو صراحة صلي بس بنطلت حوالي بس ربع ساعة، كأني في الجيم بجري. خليك تفرغ الطاقة اللي عندك زي بوكسنج مثلا، ممتاز. كسر الأطفال حتى للكبار. ناخذ استراحة نروح على الكافتيريا. عرقت. تشعر انك استعاد طفولتك وحيويتك، بتفرغ الطاقة السلبية. صراحة تجربة مميزة، بتمنى ان شاء الله تيجوا انتوا واولادكم تنبسطوا. حكمل معاكم ونعرفكم اماكن جديدة، حتى بتلاقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.